الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله، ولا فلوق جديد. المهم اليوم فيديو جديد كما كتشوفوا. اليوم خارجين بزاف، عندنا ما يتقضى اليوم، لا بيع راجلي ما خدامش. المهم غنمشي اول حاجه، عندي رونديفو ديال الطبيب باش يزير ليا فمي. ناري يا البنات، عاوتاني واحد 5 ايام ولا 6 ايام ما ناكلش. المهم نمشي عند الاول يزير ليا لي باك، حيت وصل ليا الشهر، يعني كل شهر كيزير. المهم عندنا بزاف ما يتقضى، وهانتوما معنا. نقدروا نمشيو للبريكوما، نقدروا نمشيو للكيتيا ياك. المهم ايكي ماشي ايكيا، كيتيا. المهم هانتوما معنا في النهار ديالنا وصافي. سلومي البوكوسا، فين هي الكروبيطا؟ تاتا كروبيطا، كرومبيطا. انا غير في كنسا. هو شويه من زماني. المهم بنات، انا حطيت راجلي دابا، جبت معايا سلمى وملك، مشات معاه عند النجار. المهم كل واحد كيقضي حاجه. يلا المهم بنات، انا يلا خرجت من عندو دابا. كان سين احمد حيت باقي ما جاش، عيطت ليه قال لي باقي ما جاش. سلمى اجي حدايا، بدل لي هاد السلك، هذا بدلو لي وزاد زيرهم لي عاوتاني. عرفتي شنو، انا دابا فمي باين لي عادي زعما كي كان، ولكن فاش وراني تصاور، عاود صور لي فمي وراني تصاور فاش جيت عندو، وراني تصاور فاش دابا. عرفتي والله الا هادي راه كانت طالعه حتى لهنا اوجه دابا بحال هكا. دابا لا، دابا التصويره بانت لي بدات كتكحز. ويلا دابا شهر و 10 ايام دابا تعطلت عليه، مع كنت مسافره وما بغيتش نديرهم قبل السفر، خفت لا يحرموا عليا الماكله، قلت نجي وصافي. المهم انا نسين احمد وانتم معايا. المهم بنات، حنا شادين الطريق دابا الكيابي، علاش؟ حيت مشينا هنا الكتايا ما عجبناش شنو عندهم في الكراسه وداكشي، وحين تحمل دابا البيرو مازال ما عندوش الكرسي. وحنا طالعين دابا غادي للرباط، راه ما بينها وبين قنيطره ماشي بزاف، راه تقريبا ما كملاش نص ساعه. ما كملاش كيعجبوني هاد الديكورات بزاف، ولكن غاليين شي شويه. هادي 515، هادي 195، زوينين. عرفتي كيعجبوني المنظر ديالهم فنين. سلمى اختك، ابو ملك، يلا لعبي نونو. شوفي شوفي، شلون تحضرين؟
شنو بديتي؟ بديتي هذا ديالك زوينه البنات هذا الحيه خدمتني ديما كنذوقهم اكيد بني ولكن ما كيقهم انا خديت ليا كفته المهم زعما تمشي ناكل في القصي البنات اللي كيقولوا لي كتمشي بزاف لماكدو ولا بحال هكا برجر كينغ ولا شي حاجه انا والدراري كيبغيو يلعبوا وحنا ما كيصلحش لينا لي ريستورون كلاس يمكنش كيخصك غير انت وراجلك ما تجيش معاك الدراري الدراري دابا كيبغيو ياكلوا ويبغيو يلعبوا يلا دابا هادي تبقى تغوت لهم في ريستورون اللهم هنا المهم البنات انا جالسه اللوب حسن ما كتاكل لا كلاص انا جالسه اللوب علاش حيت بلاصتي عامره انا نوريكم باش عامره السي احمد طلع ليا هاد خينه هذا جلسني اللوب ها هو هاد السيده البنات كما كتشوفوا مبند ليا في بلاصتي وجالس لي مفطح ولاكلي مشعول ومبرد البنات انا غندخلكم معايا للبريك روما ما قلت لكمش علاش جايه حيت روبيني ديال الكوزينه ديالي تهرس وكيدوز ليا الماء والماء كيمشي ليا من تحت البوطاجي حاشاكم حدا الطابق الزبال حدا البوطات حدا داكشي هات الماء كل ساعه خصني نجفف وجيت دابا غادي نشوف شي روبيني ما يكونش غالي حيت من بعد باغا نبدل هذيك كامله هذيك ديال داك لافابو كامل ديال الكوزينه انا عاون احمد مع جاب كوزان نعاونك احمد صافي بلاش قال لي بلاش غنوريكم من بعد غادي نبدل هذيك لافابو كامله دابا غنبدل غير روبيني المهم هانتوما معايا البنات هادوك صغيورين اسامي شو بغيتي علاش بغيتيها زوينه هاد لو روز هاد ها كي بغيتيها شنو ديري فيها لي جوي ميرسي زوينه البنات هانتوما كديروا غير ب 99 درهم وكبيره مثلا لي جوي المهم تندير لكم ان شاء الله شي دورة في بيت سلمى وتشوفوا كيفاش كنظمها ليها يا مام دي بلو اي دي غاسي دي فيغ سي دو كولور كاينين انواع الاشكال زوينين اللي جوا فنين كاين اللي كيدير فيهم حتى الحوايج مثلا الحوايج ديال الشتا يحيدوهم ويديروا الحوايج ديال الصيف حتى هما مزيانين هذيك كنت باغا ناخذها سلمى زوين المهم البنات بالنسبه للروبينين بريكوم لقينا شويه زايدين الثمن هذوك اللي عجبوني لقيتهم زايدين الثمن بحال هذا الكوزينه لقيتو تقريبا 80 درهم ما عجبش حمد المهم بالنسبه للروبينين البنات شويه زايدين غاليين ولكن الا بغيتي شي حاجه زوينه هذا اللي بحال اللي عندي ما عجبش حمد هذا شويه رخيص 300 درهم احمد اي ولي صباغ تقدى داكشي ديال الصباغه باش غنصبو واحد بلاكار خدا جوج بويض ثنيه كحلة واحده بيضاء واحده كحلة وخدا الماتيريال ديال الصباغه هذا الماء دجاج المهم تلضى ونوريكم هادشي المهم البنات جيت لقيت احمد حيد شمالك جيت لقيتو حيد التلفازه وهادشي كما كتشوفوا هذه هي اللون ديالو هذا في المارون اللون ديال العود هو صراحه ما كانش ديال هنا كان ديال بيت النعاس ديالي وما بقاش جاني مع درنا هنا البيرو كما كتشوفوا دونك حيدتو ورديتو لتما ودابا احمد غادي يصبغو انا نوريكم شنو هي الصباغه اللي غيستعمل وشنو خصو يدير قبل ما يبدا انا نوريكم البنات المهم البنات اول حاجه غيدير خدا هاد الكاغيط الحرش هذا
من بريكوما بقي وقت باش غنحكو هذيك سميتها وخدا هذا الشيء هذا وريته لكم قبيله هذو الماتيريال اللي غيحتاج خدا هذه حتى هي زادها الى احتاجها كما تشوفوا خدا هذه صباغ كحله استرال هي اللي زوينه البنات ماشي مات حيد وماشي بريون ياك ما بينو بين بريون شويه وهذه حتى هي استرال هذه بيضه حتى هي ماشي مات وماشي سميتو ماشي بريون وكيتخلطوا بهذا وايت سبيريت المهم انتما غنحاول نصور لكم الطريقه كيفاش هو غادي يدير هذا نسيت ما وريتوش لكم راني خديته ديال الكوزينه حتى هو غيركبو حمد خرج في البلان ما خديتوش غالي تقريبا ما كملش 300 درهم صافي هادشي اللي خديت صافي وما وريتكمش خديت حتى هذا كتشوفوا المهم ان شاء الله دابا ندير لكم جوله في الغرفه ديالي وخديت هذه واحد الملايه فيها 2 متر 2 متر 20 على 2 متر 40 كبيره عرفتي التوب ديالها غزال هما غاليين شي شويه خديناها 260 درهم 5010 درهم ولكن زوينه كبيره بزاف عجبتني انايا غادي ندير ان شاء الله لا شومبر كامله غادي نبدلها وغنخدمها في الكري والكرونه كلها غنخدمها في الكري والكرونه غنخرج ان شاء الله ناخذ ريدو في هاد لا كولور وغندير المخدات الناموسيه في هاد لا كولور المهم دابا تشوفوا شنو غادي ندير من بعد ان شاء الله المهم هانتوما معايا تاتالو الوينه 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 البنات كما كتشوفوا المهم انا ديما عندي لي طرافو كما كتشوفوا عندي فوينه المهم بزاف ديال البنات نصحوني قالوا لي اسماء بحكم انك درتي البيبان في البياض كلشي في الدار ديالك في البيض علاش خليتي البلاكارات اللي في الحيط اللي مبنيين في المارو انا الصراحه نهار سكنت كنت كلشي درته في هذا سميتها العود لاكاجو لاكاجو فكرني حمد كلشي درتو في لاكاجو ولكن دابا بغيت نبدل بغيت نبدل البيض دابا راه هزهم حمد غادي يصبغهم حكهم وغيصبغهم المهم مع الفيديو اليوم طويل بزاف قلت غادي نسدو وإلا بغيتو تشوفوا كيفاش غترجع الدار ان شاء الله من بعد الفيديو بقاو ردي البال الفيديوهات اللي جايين ولا كنتو اول مره غتشوفوني تابوني باش يوصلكم الجديد ديالي المهم هذا الشيء اللي كان وشوفوا الناس هنايا عطوني رايكم في هذه المرايه هذه درتها هنايا مع كانت غير كدور في الدار وخفت للدراري يهبسوها درتها في هذه البلاصه هذه وجات مزيانه ولا لا المهم ردوا عليا وهذيك اللي وريتكم اللي فيها التلفازه من الفوق حتى هي احمد صبغها في الكحل وصافي غنسالي الفلوغ هنايا ولا روتين ولا اللي بغيتو المهم كنبغيكم بزاف مع فيديو جاي ان شاء الله ماح عليكم باي باي ما يمكنش فيديو يدوز ما نشطحش فيه وما نغنيش انا كنت شايفه